يقع متحف المرأة في منطقة سوق الذهب التي كانت العاصمة الاقتصادية لمدينة دبي بداية الخمسينات. المتحف مبادرة من الدكتورة رفيعة وباش التي اهتمت بإنشاء مركز يعنى بتاريخ المرأة ويقدم للأجيال المتعاقبة تاريخ الأمهات والجدات ويبرز دور المرأة ومساهمتها الأصيلة في بناء الوطن. سلط المتحف الضوء على الشخصيات السياسية على رأسهم الشيخة حصة بنت المر أم الشيخ راشد رحمها الله التي تصفها الدكتورة هباش قائلة: الشيخة حصة بنت المر وثقنا تاريخها من خلال القصائد، قصائد أكدت على دور هاي المرأة العظيمة في الثقافة في التعليم وكذلك في السياسة. يعني أنا أتذكر حتى أبوي الله يرحمه كان يقول وسهيلة اللي حاطين صورتها هناك أم علي تقول دائما يعني يجونها ومن وراء حجاب ياخذون رايها. ويشهد لسموها في موقف عندما أضرب عمال في دبي عن العمل، إذ تقول الدكتورة مريم لوتا رئيسة مركز دراسات المرأة في هذا الشأن: يعني خشية منها على استقرار الأوضاع، فهي احتوت تذمر التجار وحاولت معالجة الأزمة وكان لها دور في تسوية الأمور ذلك الوقت، لكن دورها كبير في احتواء رجال الدين ورجال الثقافة وحتى طلبات المجتمع وتوصيلها للحاكم أو محاولة علاجها. من المشهود لها أن لما جاء العقيلي هو كان كاتب وشاعر عند كان هناك وجاء واستقر في عمان في دبي، فعاتبه تيمور على استقراره لفترة طويلة في دبي واختارها يعني مكان يستقر فيه، فرد عليه بقصيدة يمدح فيها إمارة دبي ويذكر مناقب هذه الإمارة، ولكن يقول في القصيدة أن لو عرفت هذه المرأة اللي في دبي اللي هي حصة بنت المر لما لم تني على طول إقامتي في دبي، وكمل في أبيات القصيدة أن لو أن من كتبوا في أم سيف الدولة كانوا شهدوا حصة بنت المر لكتبوا فيها أكثر مما كتبوه في أم سيف. يعد هذا المتحف الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، فهو المتحف الثالث على مستوى العالم المتخصص بشؤون وتاريخ ودور المرأة بعد متحف كوبنهاغن في الدنمارك وآخر في اليابان. أنا دائما حق الأجانب أقولهم ترى أمهاتنا كانوا يكتبون ويقعون من لو هم مغطيين لو هم مجرد هاوسوايف يتطورون مع تطور الدولة ويصبحون مشاركين في العملية الاقتصادية. نقول أول سؤال طرحناه: المرأة في الإمارات كان لها دور سياسي؟ يمكن الإجابة المباشرة بقول لا، ما سمعنا واحدة ترأست أو حكمت أو سوت، بس يوم حللنا مواقف النساء لقينا أن لهم دور سياسي سواء كانوا من الأسر الحاكمة أو من المجتمع. فلو تأملنا في المجتمع ما أدري كم عدد نساء من رأس الخيمة هجموا بالليل على المعسكر البريطاني وقتلوا عدد كبير منهم حياكم الله، فهذا موقف سياسي يعني موثق في الوثائق اللي موجودة. ونرى هنا صورة عبد الناصر في كل احتفال في الستينات لازم يحطون صورة عبد الناصر كموقف سياسي داعم يعني للثورات اللي صارت في ذاك الوقت، ولأنه هو انتشل الإنسان العربي من ضير الاستعمار. فنلاقي النساء طلعوا مظاهرات قبل ما يطلعون الأولاد في يوم احتلال الجزر. هاي صورة من مدرستنا بس مو بيوم احتلال الجزر، إنما صورة يعني فيها روح وطنية، وأظني هاي فاطمة الوتار الرسامة أظني يوم كانت في المدرسة. اعتصموا الطالبات احتجاج على كامب ديفيد، ساروا عند الشيخ زايد يوم يبغون الدستور دائم، إلى أن نرى أن درسوا علوم سياسية أول من درس الدكتورة نسرين مراد، وبعدين صار رسميا في وزيرة وفي دبلوماسية وفي انتخابات دخلوها النساء. قهوة بنات ومقهى يقع في الطابق الأرضي لاستقبال الزوار، وسوف تستخدم جدرانه للعرض الدوري لبعض أعمال الفنانات المواطنات للتعريف بالحركة التشكيلية النسائية في البلاد.